هكذا مشاهدينا متابعينا الكرام تتواصل الانطلاقات ويتجدد اللقاء بحضراتكم وأشواط صباح هذا اليوم في استمرارية وانطلاقة في صباح هذا الانطلاق. الشوط التاسع أعلنت قبل قليل، أعطت إشارة البديء بالانطلاق لهذه الأسماء وهذه الشعارات العملاقة والكبيرة لتحمل الأبكار اللقاية المحليات الأصائل لتتنافس في مسار الخمسة كيلومتر على شرف الفوز والناموس. نسير ونبحر نتابع دانات الأصالة، نشوف السيطرة مباشرة بعد بداية الانطلاق على المركز الأول، وهذه من تقود هذا المسار شديد محمد بن سعيد بن هويمل العامري تتقدم بالمركز الأول تقود مساري هذا الشوط، بينما المركز الثاني وثاني المراكز إذا انتقلنا بنلقى التنافس، بنلقى الأثارة على المركز الثاني كذلك حاضرة والمركز الثاني في هذا الانطلاق وهذا الاندفاع الشيق. شوف الوصول من الظبي، الظبي الظبي حامد بشدي بن حامد الكتبي يتقدم على المركز الثاني، بينما المركز الثالث المركز الثالث من الجانب الآخر أشوف تحديات، وهذه الواعية للواعية تتقدم، الواعية تنطلق في هذا المسار. هزيم بن محمد بن هزيم المسافري والمركز الرابع، أشوف رابع المراكز. شوف التحديات، شوف الانطلاقات، ما شاء الله الشوط يحمل سرعة وتحدي. منصور الخليفة بن مطر بن عبيد الطنيجي يتقدم على المركز الرابع، المركز الخامس هناك شعار بن حبوة يتقدم كذلك على المركز الخامس، المركز السادس سادس المراكز. أشوف وصلت الأسماء والشعارات، وهذه العين 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 مطار بن محمد بن دحروي العامري في خامس المراكز، المركز السادس. شوف اللي وصلت سعايف لبدر بن راشد بن سالم المزروعي وجواهر مبارك بن علي بن راشد بن مفتاح الشامسي، ولكن هنا الوصول في هذه اللحظات هذه تقدمت الياسات لحمدان بن ناصر بن علي النعيمي والمركز الثامن الثامن الثامن، هذه ابعاد لعمران بن حمد بن محمد الكتبي والمركز التاسع تاسع المراكز تقدمت ووصلت، اللي هي تغريد تعود ملكيتها العلي بن مسري بن راشد الظاهري والمركز العاشر عاشر المراكز. شوف اللي تقدمت غازية، غازية مطر بن محمد بن دحروية العامري أو غازية لحمد بن ثعلوب بن سالم الدرعي. هذه النتيجة مشاهدين العزاء للعشر المراكز الأولى. الشوط يحمل سرعة، يحمل سرعة هائلة، يحمل أسماء وشعارات عملاقة وكبيرة وتحديات جميلة خلف العشر المراكز. ياما وياما من الشعارات، ياما وياما من الأسماء، انتظروا المزيد والعديد في هذا الشوط من التنافس والأثار. نعود إلى المراكز الأولى اللي قادت هذا الشوط، هذه الظبي 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 حامد بن الشدي بن حماد الكتبي يتقدم، يتقدم على المركز الأول. المركز الثاني هذه شديدة لمحمد بن سعيد بن هويمل العامري يتقدم على ثاني المراكز، والمركز الثالث اللي وصلت في ثالث واللي تقدمت وشعار بن حبوة يقدم لنا تعابير، تعابير محمد بن راشد بن حبوة الحميري يقدم تعابير على المركز الثالث. أما المركز الرابع، المركز الرابع شوف شوف اللي هي شروط شروط لسعيد بن سالم بن حمد العمري وصلت على المركز الرابع، تقدمت في هذه اللحظات واتتنا بالتنافس والتحدي، ولكن هنا أيضا تواجد من الياسات، الياسات حمدان بن ناصر بن علي النعيمي يتقدم مع الياسات.
شوف هذه الأسماء اللي تقدمت اللي تقاربت من بعضها البعض، يدل على التنافس، يدل على التكتيك والمتابعة من المضمرين والملاك والمسايرين في حسب مسافة هذا الشوط، في أمتار هذا الشوط وتحديات عوده إلى المراكز الأولى، عوده إلى المراكز الأولى. انحنى الميدان، كوع الميدان، التفاف على زاوية الاتجاه، وبعد ذلك إلى لوحة الإعلان. قربت 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 لوحة الإعلان. 1200 يا 1200، الله 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 الله. لا زالت الظبي، الظبي حامد بن شدي بن حماد الكتبي يتقدم بالمركز الأول، يقود المسار. المركز الثاني عندك يا بن حبوة، يا بن حبوة بن حبوة بن حبوة بن حبوة على المركز الثاني. تعابير تعابير محمد بن راشد بن حبوة الحميري ياتي على ثاني المراكز والمركز الثالث. التنافسات بدت، الأوامر الأوامر. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، ولكن ما حرك آليها، ما حرك آليها اللي هو بن حماد بن حماد الكتبي. يا سلام الظبي، الظبي حامد بن الشدي بن حماد الكتبي ينتزع، ولكن اوه يلي وصلت، يلي وصلت الطيارة، وطارت الطيارة. حمدان بن حمود بن سعيد الدويكي، الدويكي راح، راح في الأمتار الأخيرة، راح وهالي السلطنة، سلم يا لهالي السلطنة. الله يا الدويكي، الله يا الدويكي، حرك يا محرك. راح بالمركز الأول، خلاص يا أخوي لا تكون قاسي، لا تكون قاسي. الله الله الله، خل أعصابك، هد شوي هد شوي يا الدويكي. الله، الطيارة الطيارة الطيارة. حمدان بن حمود بن سعيد الدويكي يعلن الفوز ويعلن الناموس، ولكن شوف انذار سالم بن حمد بن مبخوت العضيلي. يا سلام في الأمتار الأخيرة، في الأمتار الأخيرة، ولكن الدويكي ولا العضيلي ولا الدويكي. الله الله الله، الدويكي ووصلت أيضا اللي وصلت. شوف الأمتار الأخيرة، يا سلام. بنشوف بنشوف بناخذ المركز الرابع، بنقول الرابع وبنعود بعد ذلك. هذه المركز الرابع، الظبي لحامد بالشدي بن حماد الكتبي. عموما على كل حال بنعود إلى الثلاث المراكز وبنشوف الدخول. هناك شعار بن مايد في الأمتار الأخيرة، ما شاء الله. هذه مشاهدينا متابعينا الكرام، المسك 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 مبارك بن أحمد بن مطر بن مايد الخيالي. نعم، رجل الأمتار الأخيرة اسم على مسمى، هكذا يكون الدخول. 7:38 وتسعة أجزاء توقيتها المسك. تهانينا وناموس على هذا الفوز، مبارك بن أحمد بن مطر بن مايد الخيالي. بينما الدويكي حلف المركز الثاني 7:39 وجزء واحد من الثانية. تهانينا على هذا الفوز، الطيارة لحمدان بن حمود بن سعيد الدويكي. المركز الثالث، من حلت في ثالث المراكز وقدمت انذار. توقيتها الزمني 7:49 وجزء 39 عفوا 7:39 ثانية وجزء واحد من الثانية. تهانينا لمالكها اللي هو سالم بن حمد بن مبخوت على هذا الفوز.